مدينة العلمين الجديدة. الحقيقة أنه مدينة العلمين الجديدة زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم مش مدينة موسمية فقط، لكن مدينة تصلح للعيش فيها طول السنة. موجود مستشفيات، موجود جامعات، موجود كل أنواع الخدمات اللي تصلح للإقامة هناك. خليني أقول لحضراتكم أنه المدينة كمان تتسع لحوالي 2 مليون مواطن، يعني إحنا بنتكلم في مجتمع جديد. ودايما احنا كنا بنتمنى ان احنا نوسع الرقعة العمرانية والسكانية عامة في مصر، ونبعد عن التمركز في العاصمة او حتى عواصم المحافظات الكبيرة. لسه مكملين معاكم في مدينة العلمين الجديدة، وهنروح للحي اللاتيني. الحي اللاتيني موجود في منطقة متميزة جدا الحقيقة، واخد طابع اسكندرية زمان. هو قريب من منطقة الجامعات ومجمع السينمات والمسرح ومدينة التراث والثقافة. كمان في اكتر من 12 ألف وحدة سكنية، في كمان كل الخدمات التعليمية والدينية والصحية والتجارية. مشروع قايم الحي اللاتيني، قايم على مساحة 3.5 مليون فدان اللاتيني كله. المشروع عبارة عن بيمثل الطابع الإسكندرية القديمة بالنظام الإغريقي، أو مدي لمحة جمالية للنظام الإغريقي القديم. المشروع عبارة عن، هنا بيمثل شركة دوم، عبارة عن 25 عمارة، 9 كلاسترات. المشروع منقسم لجزئين، ده في المرحلة الثانية. المرحلة الأولى كانت عبارة عن 24 شهر لمرحلة الخرسانات، والحمد لله خلصنا الجزئية ديت. شغالين حاليا في الجزئية الثانية، مرحلة التشطيبات، شغالين بكل الدعم والفن من وزير الإسكان ورئيس الجهاز. المشروع بيحيطه البحيرة، بحيرات صناعية، الفندق بيحيطه الطريق القبلي كمالة الحي اللاتيني، جزئية معانا على الطريق الساحلي، طريق سي فور. المشروع بيتميز بموقعه ان هو في الحي اللاتيني، بيقع عليه خدمات جميع من جميع الجهات. كان في مشروع التراثية، مشروع الداون تاون، مشروع الفندق، الماسة، بيخدم عليه من كذا مكان، بورتو، بيحيط من جميع الجهات. المشروع ما تم انجازه منه المرحله الاولى، انتهت منه مرحله الخرسانات. المرحله الثانيه حاليا اوريدي شغالين في المشروع ومستمرين حتى يتم انجاز المشروع.